بايوتيدز هو اللي قلنا بيتقسم عن طريق فريكونس دي، اللي قلنا اللي هو بيبقى كهربا، الصوت ده جاي كهربا كده كهربا كده، يخش هنا اللي هو الفويس، ناخده بيه الكودكس ونحوله لديجيتال. وقلنا ال وهنا الدي اس ال، منحولش الديجيتال بقى، هو انالوج بقى، ونعمل ريبيتر وبتاع. احنا بنتكلمه في انالوج دلوقتي. وكيبل تي في قلنا بيفصل كده، بنجيبه زي بوكس كده تحت البيت، بيفصل التلاتة نشوفها اللي هي الدي اس ال اللي بيفصل. قلنا دي التقسيمة دي فريكونسي ديفيجن مالتيبلكسنج، دي موجودة في الايه، في الانالوج بس. صح كلام؟ صح يا عم. طيب هل الديجيتال ملوش تقسيمة؟ لا، ليه تقسيمة، اسمها ايه بقى؟ هناك كان بيتقسم عن طريق الايه في الانالوج، الفريكونسي كيبل فريكونسي بيتقسم عن طريقه. طيب هنا بقى في الديجيتال في تقسيمة اسمها دايم ديفيجن مالتيبلكسنج. نعم، دايم ديفيجن مالتيبلكسنج ازاي يعني؟ بنقسمه عن طريق سلوتس، عن طريق تايم سلوتس. هو بنقوله كيبل ديجيتال تي 1 او الاي 1 بيبقى عليه 4 واير، هو كيبل واير كده كده وعليه 4 واير، ماشي 4 4. بنقسمه دول لحاجة اسمها تايم، على اساس التايم، على اساس التايم بنقسمه الشانل عن طريق قنوات كده، بنقسمه ده طبعا بيبقى زي لوجيكال كده، ما بيبقاش فيزيكال يعني. عن طريق تايم سلوتس، حاجة اسمها تايم سلوتس. يعني ايه؟ نقول ده مثلا الثانية دي من الثانية رقم 1 للثانية رقم 20، ماشي، ودي من ثانية رقم 21 لثانية رقم مثلا ايه 41، 41 ودي من 42 كده، ونقسمه ونقسمه للشانلز، الشانل 1 الشانل 2 الشانل 3 الشانل 4، ماشي. يبقى ايه الكيبل؟ بنقسمه حاجة اسمها تايم ديفيجن مالتيبلكس على اساس التايم ده، نقوله مثلا من تايم 1 للتايم 12. كل كيبل بنقسمه كده بيبقى زي قنوات الشانلز كده، كل واحد من دول، كل واحد من دول اسمه دي اس 0، دي اس 0 دي اس 0، ماشي. كل تشانل من دول اسمها دي اس 0، ماشي. كل واحدة من دول ده تايم سلوت رقم 1، ده تايم سلوت رقم 2 بس فاضي ما فيهوش حد بيتكلم يعني. طيب يبقى كده تايم سلوت. طيب الدي اس 0 جروب قلنا التايم سلوت ده اسمه دي اس 0 دي اس 0 دي اس 0، بيقسمه في التي 1 كيبل، التي 1 تي 1 ل 24 تايم سلوت او 24 دي اس 0، وفي الاي 1 ل 32 تايم سلوت او 32 دي اس 0، ماشي. جميل جميل قوي. استنى اجيب لكم سلايدز، عايز اجيب لكم سلايدز والله، ثواني بقى استنوا عليا. ماشي، جبت لكم سلايد توريها لكم على اللوجيكال بس ايه هنشوفه قدام. قلنا ايه؟ بيقسمه ل 24 تايم سلوت او 24 دي اس 0. دي اس 0 ديجيتال سيجنالينج، ديجيتال سيجنال عشان بس ايه لو حد سألني ايه الدي اس 0 دي، ديجيتال سيجنالينج، ديجيتال سيجنال، ديجيتال سيجنال، ماشي. في الاي 1 ل 32 دي اس 0، يبقى عرفنا ان هو الكيبل بتاع تي 1 الاي 1 ده عبارة عن كيبل 4 واير، ماشي. بنقسمهم، بنقسم الكيبل ده للشانل، للشانل قنوات على اساس حاجة اسمها دي اس 0. دي اس 0 ده ايه؟ تايم سلوتس. كل قناة من دول يعني نقسمه ل 24، دول 4 يبقى فاضل 20، ماشي. كل قناة من دول واحد اساس تايم سلوت، مثلا من تايم على اساس التايم من 1 ل 20،
مثلا من 21 ل 40، من 41 كده كده بنقسمه ل 24 تايم سلوت. ماشي. طب لو عندي مثلا ايه 4 بيتكلموا، ماشي، 3 منهم بيتكلموا، واحد ما بيتكلمش، هل التايم سلوت ده مثلا ينضم للي جنبيه؟ لا، ما ينضمش، يفضل فاضي كده، يفضل فاضي كده، يفضل فاضي زي ما هو، زي ما انتوا شايفينه كده. ماشي. طيب السيجنالينج في الانالوج فويس الكتريكال فريكونسي. لما احنا جينا حولناها الفويس بيجي يتعمل له ديجيتايزد. ماشي، لازم يبقى وانز اند زيرو زي ما احنا شايفين، زي ما احنا عملنا هناك. ماشي ماشي، امسحوا دي. في طريقتين لتقسيم ال هاندل ذا سيجنالينج ان ذا ديجيتال وورلد. ماشي، يعني في عالم الديجيتال. ماشي، شانل اسوشيت سيجنالينج وكومن تشايلد سيجنالينج. كومن تشانل سيجنالينج، ياه، شانل اسوشيت سيجنالينج وكومن تشانل سيجنالينج. طيب يبقى احنا قبل ما نبتدي في دول اتفقنا ان احنا عندنا الكيبل تي 1 والاي 1 قسمناه على اساس التايم سلوت، يبقى بنقسمه بطريقه هي لوجيكال، زي لوجيكال كده، بطريقه اسمها دي اس 0. ماشي، بنقسمه للشانل. ماشي، شانل بتسمى دي اس 0. ماشي، كل شانل من دول بتسمى ايه تايم سلوت، اللي هي القناة دي كل ليها تايم سلوت. التايم سلوت ده يبقى التايم سلوت اللي هو الدي اس 0 يعني. ماشي ماشي، يبقى كيبل التي 1 فيه كام دي اس 0، كام تايم سلوت من دول؟ 24، والاي 1 32. ماشي، دي اس 0 مبدئيا كده، واحدة واحدة. طيب احنا عشان كده خلاص ادي الدي اس 0 الكيبل كده بينقل الفويس كلام، انا بتكلم اهلا، ازيك، عامل ايه، ايه اخبارك. طيب في حاجه اسمها سيجنالينج، سيجنال ايه السيجنال دي بقى؟ يعني اشاره، اشاره ايه سيجنال؟ هل السيجنال دي يعني الكلام الفويس اللي بتكلم فيه؟ لا، امال السيجنال دي عباره عن ايه؟ عبارة عن ايه؟ نرجعوا كده، عايزين نجيبوا الراجل بتاع خديوي عباس، بيسلم على ده كان بصراحة يعني ايه؟ فين خديوي عباس؟ اهو خديوي عباس، خديوي عباس. خديوي عباسجي. طيب خديوي عباس نزل،